أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة تخص أبطال مسلسل زهر الدم. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. وأخباري أولا سأبدأها بتساؤلات الفانز الذي قالوا أنه من المفروض القناة السابعة عمل حدود لملابس الممثلات، يعني مثلا ما ينفعش كل الأكتاف مكشوفة أو الملابس قصيرة زيادة عن اللزوم أو مفتوحة وما إلى ذلك. وقالوا أنهم يلاحظون أن الحدود هذه تطبق على مسلسلات ومسلسلات لا، يعني مثلا بطلة مسلسل تل الرياح ترتدي المكشوف والضيق والقصير أيضا والمفتوح وما إلى ذلك، كما أيضا كانت ترتدي في أول حلقات المسلسل جبة ضيقة وقصيرة فوق الركبة. وقالوا أيضا إذا السؤال المطروح هنا، لماذا مسلسل زهور الدم هو الذي يطبق عليه هذه الحدود والمسلسل الثاني هذه؟ يعني أصدقائي فاز مسلسل زهور الدم، يتساءلون فقط ولهم وجهة نظر ولا يهاجمون مسلسل تل الرياح. وبصراحة أظن أن ديلان أصدقائي ترتدي هذه الملابس لأنها تعودت أولا على الملابس البسيطة والغير المكشوفة، لأنها يعني من عائلة متواضعة، ولكن زينب ولدت في عائلة ثرية وتسكن وسط مزرعة وملابسها مناسبة لهذا النمط من الحياة. وعلى العموم كل الملابس جميلة وحتى الممثلات أضافوا لمسة جميلة للملابس. كما أيضا أصدقائي اليوم يغمر كانت مع مديرة أعمالها بانو، وكانوا متواجدين مع مديرة مجلة ومصمم أزياء، وهذا يعني أن يغمر ستكون لها جلسة تصوير على الأغلب في الشهر القادم، وسوف تكون على غلاف مجلة، وأظن ستكون يعني هذه المجلة هي مجلة بيستايل ماجازين. وهذه المجلة أصدقائي أنجح الممثلين والمشاهير كانوا على غلاف هذه المجلة، وهذا يدل على أن يغمر أصبحت لها مكانة بين أكبر النجوم. كما أننا لا ننسى أن مديرة أعمالها هي أيضا قوية مادام أن يغمر ستكون على غلاف هذه المجلة. وبالمناسبة أصدقائي باريش أيضا سوف تكون له هو أيضا جلسة تصوير، على الأغلب يقال أنها سوف تكون له إما مع مجلة بيمان أو غارديغوب، يعني سيكون وجه إعلاني لأحد من أشهر هذه المجلات وأغلب الأبطال كانوا وجه إعلاني لها. المهم نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي باريش ويغمر متحمسين جدا لقدوم ميني كرابي، حيث باريش نزل إعلان المسلسل وقال السيد الصغير قادم وعمل منشل ليغمر مع التصفيق على أدائها، وهي ردت المنشل وأعاد نشر ستوري وقال حلقة جميلة جدا ذات إيقاع عالي تجتمع فيها كل المشاعر لا تفوتها. ونزل أيضا ستوري آخر دعا الجميع للمشاركة وحضور حماس الدلبر، وواضح جدا أنه متحمس كثيرا. كما أيضا أصدقائي رأيت أنهم يدعمون بعضهم البعض في الترويج للمسلسل وهذا أمر جيد جدا. كما أيضا شاركت يغمر ستوري تقول فيه أحمل قطعة من روحك بداخلي، حالتي العاطفية حبي شعور الأمومة جميل جدا ومختلف جدا بكل معنى الكلمة. وأكيد أصدقائي الأمومة شعور جميل جدا، الله يرزق كل محروم يا رب. كما أيضا يغمر شاركت إعلان المسلسل وعلقت قائلة ميران كرابي ابننا قادم، وهي أيضا واضح أنها متحمسة. كما أيضا اليوم أصدقائي لا حديث إلا عن تفوق يغمر يكسل وأدائها الرائع، والأتراك الكل يعني يمدحون أداؤها وقالوا أنها أفضل ممثلة أدت دور الحامل بكل المسلسلات السابقة، رغم أن أول تجربة تمثيلية لها ورغم صغر سنها، والكل يؤكد على أنه دور صعب للغاية وليس بالهين. كما أيضا أصدقائي مدته طويلة وأخذ أشهر يعني منها في التصوير، ولكن تفوقت بأدق التفاصيل، كانت تركز يعني كما قلت على أدق التفاصيل سواء في حركاتها وحتى طريقة المشي، كانت يعني متقنة، برافو لها، كأنه حقيقي وليس تمثيل، والله أبدعت حتى كلمة الإبداع يعني لا تصف إبداعها لهذا الدور. وأكيد أصدقائي يغمر ستحقق نجاحا كبيرا في مشهد الولادة. وبصراحة أصدقائي في المقطع الدعائي للحلقة القادمة والله شعرنا يعني بالرجفة والحزن كأنه مشهد حقيقي، كما أيضا نقلت لنا مشاعر الأمومة والحمل بشكل جميل للغاية خلال هذه الفترة. المهم أصدقائي أعيد القول مرة أخرى أن يغمر أبدعت بحلقات الحمل سواء من الوحم يعني لصعوبة الحركة للألم، برافو. حتى باريش لا ننسى أيضا أنه أبدع بدور الأب والزوج الذي ارتبك وخاف على زوجته ولم يعرف ماذا يفعل،
والعديد أصدقائي من الأتراك قالوا أن يغمور يعني أعطت الدور حقه ورجعتهم لمعاناة الحمل الأخير في الحركة وكيف تتعذب إذا أرادت الوقوف وحتى معاناتها في اليوم وكيف تتحرك وإذا نزلت لابد لشخص ما يساعدها لكي تقف وحتى عندما تنهض من النوم تنهض بصعوبة. أما عند إمساكها لبطنها بيدها فهذا شيء آخر. ولاحظت أصدقائي لكثرة إتقان يغمور هذا الدور العديد من الفانز لم يركزوا من قبل في أي مسلسل تركي على هذه التفاصيل، ولكن كما قلت لكثرة إتقان يغمور هذا الدور ركزوا على كل التفاصيل لدرجة أنهم للحظة كانوا سوف يشكون بأنها جربت الحمل في الواقع. ما شاء الله ممثلة محترفة بمعنى الكلمة. ثم أيضا أصدقائي سيفدا بدأت تخالف توقعات الفانز بشأن قبلة الموسم، يعني تغير الأحداث كي تعاكس توقعاتهم، حيث قالوا الفانز أن الولادة سوف تكون في الحلقة 300 وطلع التوقع غلط، وقالوا أن ديلان ستلد في الكوخ والتوقع ظهر غلط أيضا، وقالوا ديلان ستنجب توأم وظهر التوقع أيضا غلط، وقالوا أيضا اسم الطفل سيكون كرم أو آيتن وهذا التوقع أيضا ظهر غلط. وبصراحة برافو لي سيفدا فعلا تغير الأحداث، والدليل هو كان هناك مشهد خطف لديلان وهي حامل وصوروا حلقات هذا المشهد ومن بعد أزالوا هذا المشهد بسبب التسريبات وبدلوا الخطف، يعني صار شيء آخر، يعني بدلا من الخطف صار شيء آخر وهي وقوع ديلان على الدرج. أما أيضا أصدقائي الفانز يتوقعون أن يغمور عمل أغنية لحلقة الغد، يعني الأغنية التي تركتها ديلان لبران كي يسمعها عند ولادتها. أما أيضا أصدقائي بعض الفانز قالوا أن المسلسل فقد قصته نهائيا وحرفيا بعد انسحاب كل الممثلون الأساسيون، وقالوا كأننا سوف نشاهد فقط الحياة اليومية لاثنين متزوجين فقط. وقالوا أيضا لما حسن يكشف يعني أمره من سيأخذ حقهم منه من غير بران، وأكدوا على أن مشهد كشف الحقيقة لن يكون قوي على الإطلاق وأنه أصبح لا معنى له وسيمر مرور الكرام وسيظلون يظهرون في كل مرة عدو لبران. والعديد قالوا أنهم لا يفهمون الغرض من تمطيط القصة رغم أن القصة في الأول كانت جميلة جدا، يعني في الموسم الأول. والعديد أصدقاء يعتبروا أن السيناريو يظلم بعض الشخصيات تمهيدا لمغادرتهم لأن أجورهم غالية، وقالوا أن هذا هو سبب تحول المسلسل إلى يوميات اثنين متزوجين. المهم أصدقائي ما علي إلا أن أقول أن المسلسل ونجاحه مرتبط بأبطاله، ومن الممكن أنه حقا استغنوا عن بعض الشخصيات بسبب التقشف. المهم حاولوا عدم التركيز على موضوع الانفصالات التي تحصل لبعض الأبطال الثانويون، وأصلا هذا مسلسل يعني يومي والإنتاج يحاول التقليل من المصاريف والشخصيات التي قامت بدورها تخرج ويأتي بدلها شخصيات جديدة لكي تكمل أحداث جديدة مع الأبطال. يعني بالنسبة لدور صبيحة كان من غير يعني المنطقي أن أم ديلان يعني تفضل عايشة في القصر عند بارن، وفي نفس الوقت لكي ترجع لقصرها هذا يكلف تكاليف جديدة على الإنتاج، يعني أدت دورها خلاص، يعني أدت ما هو مطلوب منها في الموسم الثاني. أما بالنسبة لجيهان هو من طلب الخروج من أجل عمل جديد له، وبصراحة أصدقائي خروجه أحزنني جدا لأن دوره كان جميل جدا. كما أيضا أصدقائي الفانز يعني يتوقعون أن هذه السيارة تعود لجواهر لأن عليها حروف اسمه، ولكن أصدقائي لا أظن أنه جواهر، هذا فقط تمويه للمشاهدين أو خطأ إخراجي، وأظن أن هذه السيارة التي ظهرت في نهاية مشهد اليوم تعود للحراس الذين بعثهم قدرة وفرات وراء بران عندما علموا أن الشاهر موجود في المنطقة. المهم سنعرف لمن تعود هذه السيارة في الحلقة القادمة إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي العديد شبهوا الممثلة المصرية هبة مجدي بيغمور يوكسين لأنهم أصلا تقريبا يرتدون نفس الملابس، وسبحان الله حتى يعني الفنانة هبة إنسانة في قمة الاحترام واللطافة، يعني هم سويا جميلين، يعني هم سويا جمال زي بعض. والممثلة هبة من أكثر الممثلات المحترمات الله يوفقها هي أيضا إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي فان ظهور الدم اليوم الكل سعيد لقدوم البيبي أخيرا،
ومحبين المسلسل في عالم موازي يعني سعداء لأنهم عرفوا من الذي شال البطانية. يعني بران أخيرا اعترف عفوا أنه هو الذي شال البطانية. يعني أخيرا أجابوا على السؤال الذي حير الفانز من قبل في الجزء الأول. وفي الأخير أصدقائي سأختم الفيديو يعني بيغمر، حيث سأقول لها برافو عليها لأنها عاشت الحالة ووصلت لنا الإحساس بطريقة رهيبة، وتمثيلها ولا غلطة، تغيير صوتها، مخارج حروفها بين لحظة وثانية مع كل ألم تعيشه، وصرختها في آخر الإعلان كانت رهيبة جدا، حسيت كأنها تعيش ألم الولادة عن جد. ويغمر كلمة إبداع قليلة عليها، وإذا كان الإعلان روعة بهذا الشكل أكيد الحلقة ستكون أحلى بكثير. ويغمر يعني أقنعت الكل كأنه مشهد حقيقي. المهم أصدقائي هذه هي كل الأخبار، وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء.